لماذا لم يخرج قانون المجالس المحلية للنور حتى الآن؟ يعني اسمحي لي في البداية أرحب بحضرتك وتحياتي لك وفريق البرنامج وبرضو اسمحي لي طالما عرضتوا تقرير عن حصاد اللجنة لدور الانعقاد المنقضي، الحقيقة أن أنا أوجه كل التحية لزملائي أعضاء اللجنة الموقرين، الحقيقة لأن شغل اللجنة زي ما حضرتك شفتي بيبقى عدد ساعات عمل كثيرة، وبعدين جلسات قياس أثر التطبيق الحقيقة بتبقى عايزة حرفية شديدة جدا، ناس متصلة بالشارع وأيضا متصلة بمؤشرات الأداء اللي بيها يقدروا يقيموا حوار مع الحكومة، فكل التحية والتقدير لهم. طبعا قانون الإدارة المحلية هو يعني إيه، كان وما زال وسوف يظل دوما يعني مثار تساؤلات، لأن مؤكد سوف يظل حتى لو خرج. ليه؟ لأن هو معني بالمفترض تطبيقات بنقلة نوعية كبيرة جدا في النظام الإداري لمصر. الدستور في مواده من 175 و176 كمان على وجه الخصوص تحدثت عن الحقيقة انتقال الدولة المصرية من الدولة المركزية في البنيان الإداري والمالي والاقتصادي إلى الدولة اللامركزية، وده علم خلاص التجربة الإنسانية انتهت إليه، إن عشان تعرف تعمل خدمات أفضل، تعرف تعمل مشروعات كتيرة بفلوس قليلة، تعرف تعمل حوكمة رشيدة، انت محتاج ان انت تبدأ تنتقل تدريجيا، وحطي تحت تدريجيا دي 20 خط، لمفاهيم اللامركزية، علوم اللامركزية، وده علم احنا اتأخرنا فيه، لان احنا الحقيقة من 2011 يا أستاذة هبة واحنا بنواجه يعني تيجي تقفليها من هنا تطلع لك فتحة من هنا تعمليها كده، يعني بنواجه صعوبات مش خافية على اي حد، وبالتبعية عشان تيجي تعملي نقلة في النظام الإداري انت محتاجة ان انت اولا تبني القناعات عند الجميع، والجميع دي اقصد بيها كل مؤسسات الدولة وايضا كل سلطات الدولة، وهناك فرق ما بين السلطات والمؤسسات اللي انا اعنيها، اللي هي المؤسسات تأتي فيها الاحزاب والنقابات وكل التجمعات اللي المفترض توفر لك عشرات الالاف من الكاليبرز اللي المفترض يخشوا المجالس المحلية. والادارة المحلية في العالم كله مقسمة الى جناحين، جناح اداري تنفيذي وجناح مرتبط بالسلطة يعني التنفيذية، وجناح اخر شعبي وسياسي منتخب من دوره ان هو يراقب زيه بالضبط زي البرلمان مجلس النواب، ولكن على مستوى ديسنترالايزد، على مستوى محلي، على مستوى الوحدة الأدنى، القرية، الحي، المدينة، المركز كده. احنا كلجنة نوعية دورنا ايه في التعجيل او التأخير؟ ليس لنا اي دور في ان احنا نعجل في الوقت الحالي او نؤخر. ليه؟ لان احنا كان في المجلس اللي فات احيل الينا قانون من الحكومة وخمس قوانين من الاحزاب والقوى السياسية، وتناقشنا كتير قوي، انتهينا من خلال 71 جلسة لمخرج معين، مشروع قانون. وحتى في جلسات الحوار الوطني نوقشت القضايا الخلافية في القانون. ليه بقى ما طلعش وقتها، واضطرينا كمان نقيم حوار في المبادرة الكريمة اللي سيادة الرئيس دعا عليها اللي هي الحوار الوطني؟ لأن لما جاء طرح في السنة الخامسة من عمر البرلمان السابق، كانت انتخابات مجلس شيوخ قريبة مننا، انتخابات مجلس النواب، القوى السياسية ما توافقتش. هنا ده مش دور بقى اللجنة النوعية، اللجنة النوعية ما مجالها مجال تقني، يحال إلي قانون أعقد له مساحة كبيرة من النقاش، أصيغ مع أعضاء لجنتي، مع المستشارين بتوعي القانونيين المنتدبين ليا، نطلع إيه مشروع قانوني ينزل الجلسة العامة يناقش. ده اترفض من حيث المبدأ أساسا، لا كان في خلاف قوي جدا، وده يمكن اللي اترفض هو القانون اللي قدم من الحكومة، لا ولا المشروعات اللي تقدم بها نواب. ما لما بيجي لنا قانون من الحكومة وخمس قوانين من جهات تانية أو قانونين أو أيا كان، طالما حاجة
الحكومة بلس. فوفقا لللائحة الصادر بها قانون 1/2016 بيكون قانون الحكومة أساس المناقشة في الترتيب. لكن كل قوانين التانية بتناقش. واخد بال سيادتك؟ وفي النهاية يطلع حاجة اسمها مشروع قانون اللجنة. مشروع قانون اللي هو خلاصة النقاشات، اللي هو خلاصة قانون الحكومة على القوانين التانية على التعديلات اللي جلسات النقاش ايه انتهت اليها، فيطلع مشروع القانون ده اللي ينزل بتقرير للجلسة العامة. الجلسة العامة تناقش بند بند وتعدل في كل نص، بعد يخلص يصوت بقى رئيس المجلس عليه، صوت عليه يبعته لسيادة رئيس الجمهورية، وممكن السيد رئيس الجمهورية يرجعه تاني لو عنده ملاحظات او كده، صدق عليه خلاص يشهر. دي الآلية الدستورية. طب انا استخلص من كلام حضرتك او برضو على حدود فهمي من اللي تابعته من جلسات الحوار الوطني، انه النقاط الخلافية او الجدلية او اللي قد تكون سبب غير مباشر في تأخير التوافق على القانون حتى الان، هو لا دلوقتي متوافق لكن لم يخرج الى النور. لم يخرج ليه؟ برضو بقول لك متوافق في الجزء بتاع النظام الانتخابات عشان الحوار الوطني. انا حضرت الحوار الوطني وكان بقى اقصى، كويس ان حضرتك اثرت موضوع الحوار الوطني ده، كان اقصى يعني المعارضين للمشروع اللي احنا كنا منتهين اليه النظام المختلط ده كانوا حاضرين بشكل متسع، اللي هو القوى المدنية والكلام ده. فوقتها لما شرحنا لهم قلت لهم يا اخوانا انا عملت جلسة في مجلس الشيوخ قبل ما نسلم لهم القاعة، جلسة محاكاة، اي حد عايز نظام فردي يجي يوريني على الشاشه كده هيعملها ازاي، نظام قائمه نسبيه يعني قائمه مغلقه. فانا مرتبط بنصوص دستوريه، النص الدستوري حكم عليا ان انا اعمل نظام مختلط، 75% قائمه مغلقه مطلقه و25% كنا احنا انتهينا الى انها تبقى فردي. هم في الحوار الوطني قال لك خلوها قائمه نسبيه. انا ما عنديش مشكله لا انا ولا زملائي، انا عندنا المشكله الوحيده عندنا هي في الاتي، ان ما نطلعش مشروع قانون يجي حد عايز يعطل الدنيا زي ما حصل في 2015 يطعن عليه بعد ما يقول لك في عوار او في عدم يبقى ما يصحش بعد كل الكلام والوجع القلب ده يطعن. فعشان كده بندي الموضوع لاهله. الجزء الدستوري هتعمل لي نظام مختلط، نروح لاساتذتنا او اساتذه القانون الدستوري، وطبعا رئيس المجلس النواب الحالي دولة الرئيس المستشار الدكتور حنفي الجبالي ده رجل من قامات العمل صحيح. الدستوري القانون الدستوري في العالم كله يعني، فما اعتقدش ان هو هيجيز اي عوار يعني. لا انا